رح نبلش أولى محطاتنا لليوم نور. الكثير من الناس ممكن يحبوا العمل الحر ويحاولوا يفضلوا دائما أنه هن يكونوا رب العمل الخاص فيهم، مستقلين قراراتهم لنفسهم، بيمشوا خطواتهم لوحدهم. المشروع الحر أو المشروع العمل الخاص مشروع كمان له قوانين، حتى لو كنت أنت صاحب العمل لا يعني أنه ما في اعتبارات أو ما في خطوط معينة ممكن تخلي مشروعك ناجح أو مشروعك فاشل، وكثير من الاعتبارات الأخرى. أكيد سلمى، واليوم عم نشوف عم تتجه كثير من الفئات العمرية لتنفيذ وإقامة مشروعها الخاص ضمن إمكانياتها الطبيعية. اليوم رح نتعرف كيف فينا نشتغل هيدا المشروع بخطواته الصحيحة والسليمة لنقدر يمكن نتفادى الثغرات ونتفادى بعض العقبات من خلال هي التعليمات. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الأستاذ وجيه البني، مدرب معتمد في تنمية الموارد البشرية وإدارة المشروعات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ وجيه. بداية خلينا نبلش، دائما بيكون عنا أو عند كثير من الناس فكرة واتجاه أنه أنا كيف ممكن أبدأ مشروع خاص فيني من الصفر ضمن إمكانية معينة، ضمن حتى السوق اللي موجود حاليا. يا ترى ناس دائما بتقول المشاريع اللي ما بتبطل هي مشاريع الأكل، بس مو كل الناس ممكن يكون مشروع اللي حابة تعمله هو مشروع أكل. فخلينا نحكي عن بداية تأسيس هذا المشروع. طبعا اول شيء يسعد صباحكم. اكيد ما في ابدا اي حاجز او ثغره لاي شخص يبدا بمشروعه الخاص. يعني اليوم الفئه العمريه ممكن يبدا من عمر يكون بالغ قانونيا، لحتى اليوم اي عمر سيده او رجل اعمال ممكن يوصلوا لاكبر عدد. يعني حلاوه العمل الحر ما فيه سن تقاعد. صحيح. هلا نحن دائما بنقول نبسط الامور، اي شخص بيفكر بالمشروع لازم يكون مغطي ثلاث نقاط. اول نقطه الخبره المهنيه بالشيء اللي بده يشتغله. يعني مثل ما انت قلتي حضرتك انه انا اليوم ما عندي خبره بالاكل فما بقدر افتح مشروع اكل، لانه المشروع كثير مهم انه انا امتلك الخبره فلازم اشتغل فيه ادرسه. يعني تماما لا، لازم انا اكون عم بشتغله. يعني مو انا افتح مشروع اكل واجيب حدا هو مثلا الشيف. تمام. فلازم انا يكون عندي هذا الخبره لاقدر انا ادير هذا المشروع تبعيتي. اثنين، لازم يكون في عندنا خبره حياتيه بنسميها، اللي هي خبره تواصل تفاوض. اليوم الشخص على ارض الواقع غير وقت بيكون هو اليوم عم بيشتغل عند حدا، فلازم يكون عنده خبره تفاوض مع الموردين بالاسعار، خبره تواصل مع الزبائن، في خبره حياه. يعني الحياه اليوم هي اليوم شاغله فيه شوي. مشان هيك اليوم بنقول للشباب، نحن بنقول لهم بس يتخرجوا من الجامعات، حتى لو انت عندك مشروعك الخاص اجله فتره اشتغل، معلش اشتغل بعمل تطوعي بشركه ولو بمردود مالي بسيط، بس بتعلم خبره التواصل والتفاوض. النقطة الثالثة واللي هي المهمة هي خبرة التسويق. لازم يكون الشخص ملم بخبرة العلاقة بالتسويق والأمور المحاسبية ليقدر يدير هذا المشروع تبعيته، لأنه المشروع بدون تسويق فهو حقيقة اليوم بيوقف بنقطة، بالعكس إذا ما بيتراجع بيفشل فيه. فلازم يكون هذا الشخص ملم بإدارة التسويق، ملم بإدارة بالمحاسبة، ليقدر اليوم يحسب تكاليفه وربح مشروعه. ما عم نقول يكون هو مختص، يعني ما ضروري يكون مختص، بس عنده هذا الإلمام، لأنه في أوقات اليوم يكون مشروع صغير ما عنده القدرة هو يدفع رواتب لمحاسبين ورجال تسويق، فلازم يكون عنده هذا الإلمام البسيط بهي القصة. فهدول ثلاث نقط حقيقة إذا توافروا بالشخص، الإلمام بفكرة مشروع يكون عنده خبرة فيها، خبرة حياة وتواصل وتفاوض، وخبرة تسويقية ومحاسبة، فاليوم نحن بنقول له أنت صرت بالخطوات، يعني بالأرض الصحيحة إذا عندك فكرة مشروع أبدأ فيها. يمكن حكينا عن أهم الخطوات اللي لازم الشخص يركز عليها، بس عم نشوف اليوم كل الناس عم تحاول يمكن تعمل مشروع الخاص، والسوشيال ميديا يمكن فتحت مجال كتير كبير للتسويق والاتجاه نحو المشاريع الصغيرة. خلينا نحكي عن التعليمات الأساسية. يعني احنا حكينا على ثلاث نقاط فينا نركز عليهم، بس يعني إذا أي حدا قرر يبلش مشروعه الأول بالورقة والقلم، إذا بدي أنا ساعده اليوم من خلال شو فيني؟ مثلا لسه ما حطيت الفكرة، من خلال وضع الفكرة، جمع المعلومات، الخطوات الصحيحة، لأنه مثل ما قلت يمكن حتى الخبرة بدها وقت. يعني اللي عنده خبرة بالسوق سنة بتختلف عن اللي عنده 10 سنوات. فخلينا نعطيهم هيك بعض الأفكار والمعلومات، لأنه يمكن حتى السوشيال ميديا أو الإنترنت إذا توجه له مش دايما المعلومة الصحيحة ممكن ياخدوها. تماما حكيك 100% صح.
الفكرة الأولى أول شيء اليوم مثل ما أنت حضرتك قلتي السوشيال ميديا، فالسوشيال ميديا شوي بغرب المشروعات. صحيح. اليوم أنا برجع بقول هو ما إنه غلط إني أنا يكون عندي مشروعي الخاص، بالمقابل كمان ما إنه غلط أنا أكون مدير أو موظف بالشركات، يعني هذا لا يمنع هذا وهذا لا يمنع هذا. بس الناس يمكن عم تفكر بمشروع الخاص لأنه بده مردود مادي آخر، يعني غير طبعا الشغل اللي بتشتغله بشكل يومي. 100%. هذا كمان هلا بنحكي فيها لأنه هي متاخدة، بس هي حتى المشروع الخاص بده فترة ليقدر أنا اليوم حقق هذا المردود المالي اللي أنا بطمح له. صحيح. طبعا أكيد اليوم من ميزات المشروع الخاص أنه ربحه أكثر بس على المدى الطويل شوي. صحيح. في حرية إبداعية أكثر، في حرية وظيفية أكثر، في شيء له علاقة بالتفاخر. الأشخاص اليوم صارت أنه أنا عندي مشروعي الخاص، في نوع من التفاخر وفي شيء نوع من الاستقلال الوظيفي. يعني اليوم كمان اليوم بيروح بيتوظف في شركة فهو بيخاف بأي لحظة اليوم المدير أو صاحب الشركة أو إلى آخره، فهو حقيقة اليوم يقول له أنه أنا اليوم بدي سكر شركتي. فبرجع أنا آسف لسؤالك اللي سألتيني يا بالخطوات. أول شيء حقيقة لازم يكون عنده فكرة للمشروع. هاي الفكرة من وين بتجي؟ حقيقة اليوم تجي من السوق نفسه، من السوق اللي عايش فيه، احتياجات السوق شو هي. بدها تكون مترابطة مع خبرته. يعني اليوم مو معقول السوق مثلا بحاجة اليوم لخدمات مثل ما قلتي حضرتك الطعام والأكل وأنا ما عندي خبرة، فأنا لازم أروح أطلع السوق شو بحاجة بقلب خبرتي اللي أنا نفسها اللي أنا عندي إياها. يمكن يكون عندي هواية مثلا، أنا اليوم بعزف موسيقى، هذا الهواية حولها لعمل. فاليوم من الفكرة بتبدأ من هون، بينزل هو على السوق بقى بيدرس حاجات الزبائن، بيشوف حقيقة هل فكرته اللي هي قابلة للتطبيق، هل اليوم الزبون أو الأشخاص قدرانين يدفعوا المقابل المادي تجاه هي الخدمة أو المنتج، هل المنتج أو الخدمة بتلبي حاجاتهم. إذا بلش بالأجوبة اللي هي بتكون الأكثر إجابا، بينتقل الخطوة الثانية اللي هي بيعمل دراسة المالية، بده يشوف تكلفة المشروع قديش، لأنه تكلفة المشروع لازم تتناسب مع إمكانياته، أو صح. يبحث عن دعم، بس هذا الدعم بيقدر أنه أنا غطيه من العمل تبعيتي. فبيروح على شيء اسمه الدراسة المالية، بيدرس مالية المشروع، بيشوف قديش بده الأسماء اللي يبدأ بهذا المشروع، قديش متوقع العائد، قديش لازم أحط نسبة مخاطر، كم حدا بدي بفريق العمل، شو أساليب التسويق اللي أنا بدي أشتغل فيها. هذا كله بده يكون موثق ومكتوب. بعدين بينتقل للخطوة الثالثة، إذا اليوم في دعم مادي عنده أو هو يبدأ بإمكانياته ممكن أو لا، فهو بحاجة لدعم مادي بده يتجه لممكن اليوم مستثمر يساعده أو بعض المنظمات اللي عم تدعم هي المشروعات أو بعض البنوك اللي عم تدعم هي المشروعات. في حال أخذ هذا الغطاء المالي بده يروح على الغطاء القانوني، بده يشوف هذا مشروع بده ترخيص قانونيا، ياما في مشاريع اليوم حقيقة فتحت وهي اليوم ما أخذت ترخيص قانوني خصوصا بمجال الخدمات الأكل أو إلى آخره، لازم يكون عندها غطاء قانوني، فلازم أبحث عن التراخيص اللي أنا بحاجة لأبدأ بهذا المشروع. هيك بيكون نحن سلسلناهم من حاجة السوق لدراسته، لدراسة الجدوى المالية، للدعم المالي، للغطاء القانوني. طيب استاذ وجيه كمان خلينا نفصل، وحضرتك عم تحكي لفتت يعني هيك الانتباه لنقطتين مهمين اللي هن يعني في مشاريع خاصه بحاجه بالبدايه لشخص يصرف عليها مثل ما بيقولوا، بعدين بلش تردد له يعني مثل ما بيقولوا راس المال. راس المال والارباح. تماما. يعني دائما في ناس بتقول ايه انا بلشت هذا المشروع بس ما عم بكسب يعني ما عم شوف ربح، وهي نقطه كثير مهمه نوضح ايمت تقريبا. هل في خطوط عريضه معروفه انه المشاريع ممكن بعد شهر بعد شهرين، في ناس بيقولوا لك في مشاريع بعد 6 شهور لا تبلش ترد راس المال، فخطوط عريضه للشخص اليوم اللي عم يعمل دراسه جدوى لمشروعه، ومين الجهات اللي ممكن تساعد؟ يعني أنا اليوم بدي أعمل مشروع، لمين لازم أتوجه لحتى أخذ هاي النقاط الرئيسية يساعدني فيها؟ 100%. هلأ رح يعني نبلش بأول شيء أنه قديش بدي وقت. حقيقة هي تختلف حسب المشروع. صحيح. يعني دائما إحنا نقول المشروع اللي هو فكرته جديدة فبيأكل وقت أكثر، المشروع اللي مثلا اليوم أنا بدي أفتح بقالية عندي بالحارة تبعيتي، نحن بنقول هذا بعد 6 شهور لسنة لازم يبلش بقى يعني يرد. حقيقة يرد ويغطي من رأس المال تبعيته، لأنه اليوم أنا آسف اليوم مشروعه هي عبارة عن منطقة هي بحاجة لتخدين، والمشروع هو فكرته معروفة. اليوم كل عياتنا بحاجة ننزل على سوبر ماركت أو بقالية نشتري حلاق مثلا، اليوم أنا فاتح بس بيكون دارس سوقي صح أنه أنا هي المنطقة عن جد بحاجة لهذا المشروع تبعيتي أو لا. المشاريع اللي حقيقة اليوم بتكون أفكارها جديدة، يعني اللي هي بدها وقت للزبون يعرف فيها،
ان احنا بنقول وبيكون راس مال اكثر شوي من الصغير، ممكن نقول بين سنه للسنتين وفي اوقات لثلاث سنين حقيقه لتبلش تغطي التكاليف تبعيتها. بس بالمجمل المشروعات الصغيره نحن حقيقه اكثر من سنه ما بنفضل اليوم، لانه هي بتكون براس مال بسيط. صحيح. تمام، ما كثير تطول ليحس العائد على مشروعه. صحيح. طيب خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه مع بدايه كل مشروع، يمكن الناس ممكن توقع فيها او رواد الاعمال الجدد فينا نتفاداها، لكل الناس اللي حابه تعمل مشروع الخاص، فينا نقول المشاريع الصغيره اللي هي نوعا ما ضمن عجله الاقتصاد الوطني. هلا عم نشوف بالاونه الاخيره الاتجاه نحوها كثير كبير، لانه لما نحكي عن مشاريع كبيره بنعرف المردود من 3 سنوات لخمس سنوات لاقدر انا، لانه في عندي راس مال كثير كبير لاقدر احصل عليه. المشاريع الصغيره فينا نقول شو الاخطاء؟ يعني كثير من الناس مثلا بتروح بتقدم على قرض للمشروع وبتقولي انا هلا شو بدي اعمل، او بلش بالمشروع يا الله خربطت هون غلطت هون. شو هي الاخطاء الشائعه اللي فينا نوقف عندها؟ حقيقه اول خطا مثل ما قلتي حضرتك برواد الاعمال او بيفكروا بالمشاريع ما بيكون عندهم خطه. صحيح. يعني ما لهم دارسين السوق. حقيقه اليوم يعني شو يعني مدارسين السوق؟ في اوقات بيقول لك انا دارس سوقي كثير. نحن يعني وقت نتعاطى معاهم وانا مندرب كثير بالاشخاص رواد الاعمال مشروعات، يقول لك ايه انا مثلا اليوم اخذت هي الفكره وناجحه بهي المنطقه. ما ضروري اليوم الفكره الناجحه بمنطقه يمكن تكون ضمن دمشق على فكره، يعني بين منطقه ومنطقه ناجحه بهذيك المنطقه انت منطقتك مالك دارسه. حقيقه نحن اليوم بنقول المشروع الصغير يجب ان يبدا من الزبون نفسه، من المنطقه اللي انا بدي بلش فيها المشروع. كثير اوقات نحن بنروح على التقليد الاعمى للافكار ان كانت غربيه او خارجيه او ان كانت نفس المنطقه تبعيتي، يعني ضمن المحافظه بنقلها من منطقه لمنطقه. لازم راعي خصوصيه الزباين بتشتري من عندي. فاول خطا اني انا اقلد الفكره بدون دراسه سوق. الخطا الثاني اللي حقيقه اليوم اللي ببلشوا فيهم بالمشروعات ما بيكون حقيقه دارسين الامور الماليه بشكل جيد. ومثل ما قلتي حضرتك اليوم ممكن يساعدني اي شخص اليوم اختصاص له علاقه بالمحاسبه او الجهه اللي عم تمول المشروع بيكون عندها اشخاص اليوم بتساعده على دراسه جدوى الماليه. لازم انا اليوم احط بالورقه والقلم قديش عندي تكاليف، قديش عندي عائد، لحتى اليوم من انا قبل ما ابلش اذا هذا المشروع ما بيحقق لي المردود اللي بدي اياه بعدل. نحن دائما بنقول له لا تلغي. انا ما عم بقول لك اذا مشروعك حقيقه اليوم ما هو دائما بشوفه خلص بس مشروع بيبطل، يعني عدل عدل بقصص، عدل بالطريقه، عدل بنوع زبونك، بفكره المنتج تبعيتك لحقيقه اليوم يعطيك المردود الافضل. الشغله الثالثه بس يبلشوا يعني حقيقه بالمشاريع اللي فكره انه انا اليوم بدي الربح السريع. فبيبلش حقيقه بيخفف من جوده المنتج تبعيته. ما بيفكر للمدى الطويل اني انا اليوم هذا الزبون بده يستمر معي. فكمان اليوم الربح السريع بالمشروعات الصغيره كثير اوقات اليوم بتكون سبب بكسر هذا المشروع على المدى شوي اللي هو طويل، لانه يعتمد على علاقه بالزباين. يعني اليوم المشروع الصغير عدد زباينه محدود، فالزبون اذا اليوم انا اسف نفر من المنتج تبعيتي فصار صعب اني انا ارجعه. فحقيقه الربح السريع بيولد اني انا اليوم مشروعي بعد فتره يروح للنهايه او التسكير. ويمكن هذا الشيء احيانا بنشهده كثير بالناس اللي بيشتغلوا يدوي او بيشتغلوا شيء بيسوقوا له على الانترنت، فبتلاقي مثلا حدا بيشتري قطعه من صفحه، اول شيء بتطلع كثير حلوه بعد فتره بتنتزع، فما عاد بيروح نهائيا ما عاد بيطلب. ولهيك خلينا نحكي اليوم عن بعض النصائح لنوعيه هي المشاريع اللي هي هلا صارت كثير دارجه. يعني نحن كل يوم بنشوف صفحه جديده، منتج جديد، ومشاريع جديدة، وخصوصا بالأعمال اليدوية. شو نصائحك لهم؟ أول شيء نحن لازم ندعم، يعني نحن من جهتنا نحن كمدربين بالمشروعات ندعم هدول الأشخاص. بالعكس يعني هن نواة لمشروعات كبيرة. بس مثل ما قلت حضرتك في بعض النصائح نحن اليوم من أولى، أول شيء اليوم ما نو غلط يتبعوا بعض الدورات إلى علاقة بإدارة التسويق وإدارة المحاسبة. معلش اليوم لو ما عندي خبره دوره بسيطه وعم بيكون فيها جهات عم تدعمها اوقات بتكاليف كثير بسيطه، اني انا اليوم بلش يكون عندي هذا الالمام. الشيء الثاني والمهم كثير اوقات بيصير فيهم انه اليوم كل المردود بيعتبروه هو ربح. يعني هذا الشهر مردودي على سبيل المثال 200,000 فهو الربح. لا، بدنا نميز بين المردود والربح، لانه في اشهر ثانيه انت حقيقه ما بتجيب شغل فيها، بيكون فيها موسمي. فبيبلش بالاشهر اللي ما بيجي فيها شغل بيغير بالكواليتي كرمال يعمل هذا الربح. بنيجي بنقول له لا، انت لازم يكون عندك راتب
ثابت مثلك مثل اي موظف لو كنت مدير مشروع. بتقيم راتب ثابت لحالك كل شهر، واخر العام بتشوف انت اليوم شو تكاليفك وشو ايراداتك. هذا الجزء اللي هو بيكون بتروح فيه وبتقول هذا هو الربح الحقيقي لمشروعي. الشغله الثالثه حقيقه ما بيقيموا نسبه من مدخوله للمخاطر، اللي يعني احنا بنسميه اهتلاك كالمصطلح المحاسبي. شو يعني مخاطر؟ انت اليوم عم تشتغل باي لحظه ممكن يكون عندك آلة بتتعطل، اي ممكن اي لحظه اوقات انت ممكن تمرض نفسك ما تقدر تشتغل ما بتقدر. اذا هو بيشتغل بايده هي شغله مانو يعني حقيقه مانو تارك نسبه مخاطر او نسبه مخاطر للمشروع تبعيته للاجهزه تبعيته بتتعطل، مالي قايم حساب اليوم لغلاء الاسعار بعض المواد انا معامله نسبه مخاطر، فبيوصل لمرحله اليوم بيصير بنص مشروعه بده تمويل ثاني. ليش؟ لانه حقيقه الايراد اللي كان عنده فكره ربح وراح صرفه. حقيقة اليوم خصوصا بالأشهر الأولى ببلش هو بيشوف هذا الإيراد بينبسط، فبيروح بيعكسه هذا الشيء على حياته الشخصية، بيوصل لمرحلة حقيقة اليوم بينكسر مشروعه. وآخر شيء بننصح مشروع بدون تسويق ما بيشتغل. ما عم نطلب اليوم تسويق اليوم هو بالملايين. التسويق اللي هو نحن دائما بنقول لهم شغلتين اليوم بسيطات للمشروعات الصغيرة، السوشيال ميديا كثير عم بتاثر. صحيح. ببلش بالنطاق الصغير تبعيتي. الشيء الثاني اللي هو التشبيك، يعني انا عندي مشروع صغير وزميلي عنده مشروع صغير، انا بشتغل على سبيل المثال باكل المناسبات وهو بيشتغل بتنظيم الحفلات، هو بيعمل لي دعايه وانا بعمل له دعايه. هي نحن بنسميها تشبيك المشروعات الصغيره اللي هي عن طريق العلاقات. صحيح. وهي حقيقه بتجيب نتيجه، هي جزء مهم من خلال استثمار المشروع. بالختام ذكرت خلال حديثك استاذ وجيه انه ممكن مثلا المشروع ما يعطيني النتائج المرجوه اللي انا بدي اياها، فيني اعدل؟ يعني في كثير من الناس بنسمع انا بلشت مشروع وما قدرت كمل فيه، خسرت، بتلاقي ببيع العده باللي فيها بخساره، ما عندهم هي الثقافه انه ممكن انا لا اعدل هيدا المشروع، ارجع فينا نقول ما نني ابني من جديد، من المطرح اللي وقف عنده بلش مرحله جديده بهيدا المشروع. خلينا نعطي هيك سريعا ولو نصائح لكل اللي عم يتابعونا. هي حقيقة انا بقولها هي نصيحة واحدة، يمكن المرونة. نحن كأشخاص بحياتنا ما عندنا مرنين، يعني احنا عندنا ابيض اسود، ما عندنا المرونة اليوم باتخاذ القرار. يا ابيض مصاري يا تماما. ما عندنا المرونة باتخاذ القرار حقيقة. يعني اليوم كثير مهم خصوصا بالمشروعات المرونة. اليوم اوقات ممكن انا اليوم بيع باقل سعر، اليوم لا ارفع سعر حسب معطيات السوق، حسب الجودة. اليوم مثل ما انت قلتي حضرتك انا صارت معي خسارات بمنطقه معينه، اعرف وين كرمال اني انا اعدل فيها، مو كرمال اني اعيد المشروع من الصفر. حقيقه هي بعض القصص انا دائما بنقولها المرونه، ومن ثم المرونه، المرونه بالتفكير حقيقه كثير بتخليني اليوم اتقدم بالمشروع اللي عم بشتغل فيه. يعني بالختام بدنا نشكر وجودك معنا استاذ وجيه البني، مدرب في التنميه البشريه واداره الاعمال. شكرا لحضرتك. شكرا، يسعد صباحكم.